ما دفعني للشعر لا خيال ولا طمع ولا تجاه الواقع ولا محاول مستحيل. كان شعري ما يعالج ظروف المجتمع وشبي في رفعة الصوت والشرح الطويل وكان شعري عن كلام الجهالة مرتفع واش حصيلي يوم كل يعين لحصيل وكان ما نورت عقل اللبيب ليستمع ما عطيت من الأدب لا كثير ولا قليل وكان ما فرقت بين الحقيقة والبدع ما صرت مثل العملة اللي ما تنفع للعميل كان ما نورت عقل اللبيب ليستمع ما عطيت من الأدب لا كثير ولا قليل وكان ما فرقت بين الحقيقة والبدع صرت مثل العملة اللي ما تنفع للعميل وكل من يزرع لبده يحصد اللي زرع وابني آدم ما هلك غير من قول وقيل ومن يطير بريش غير أهلي يا منه وقع يتمنى مرتفع في الهوى لو ربع ميل سلامتكم الله يطول عمرك ويطول الله وجهك يعطيكم العافية.